الأستاذ الدكتور مجدي القاضي رئيس مجلس أمناء الجامعات الكندية في مصر يحدثنا عن هذه الرؤية والحرص على مد جسور التعاون مع النادي الأهلي. بسم الله الرحمن الرحيم، وأنا حقيقة في سعادة خاصة، في سعادة مرتبطة بي كشخص إن أنا موجود في الصرح العظيم دعوت، والسعادة الحقيقة مرتبطة بوظيفتي كرئيس مجلس الأمناء للجامعات الكندية. كابتن محمود الخطيب، أنا أعتقد تعبير كابتن محمود الخطيب بالنسبة لي أنا، عشان أنا الجيل اللي استمتعت، الناس دي ما استمتعتش بحضرتك زيي يعني. ف يا فندم معلش حضرتك، أنا ما السن ليها كمان برضك. فكابتن محمود الخطيب القامة الكبيرة اللي الحقيقة استمتعنا بيه حضرتك، بتشرف ان احنا نكون مع حضرتك النهاردة. صديقي العزيز السفير لويدوما، Your Excellency, it's a pleasure as usual to have you in one of our events. And this is something actually. Okay, that's English Arabic, that's good. It's a pleasure actually to have actually you here. Actually, it's a pleasure to have you here. We actually witness later on to see the profits and the benefits of this partnership in this country. Thank you for coming. أنا الحقيقة عشان ما نطولش على حضراتكم واخد وقت حضراتكم، أنا يعني شكري الجزيل للنادي الأهلي والشركة المتحدة للإعلام الرياضي وزملائي في جامعات الكندية ودكتور ميخائيل وكل الناس اللي موجودة، ده شكر واجب لازم أقوله. بس أنا بقى هرجع أقول إحنا هنا بنعمل إيه؟ احنا حقيقة مش جايين نمضي ورقة، احنا جايين نكمل الفيجن بتاعة الجامعات الكندية اللي بدأت من اكتر من 20 سنة، ان احنا بنبني حاجة مختلفة في اجيال الشعب المصري، وعايز امدها شوية في اجيال الشرق الاوسط وافريقيا، ان احنا نبني الجزء التعليمي اللي مرتبط بالعلم. بس النهاردة بنقول ان هو مش علم بس، ده الرياضة كمان مرتبطة بيه. لكن انا عايز اقول لحضراتكم ان احنا طول عمرنا بنقدر تماما ان احنا الرياضي اللي بيخش الجامعة بياخد ميزة كبيرة جدا على العلم اللي بياخده. فبنيجي النهاردة بناء على اللي احنا عملناه قبل كده، بناخد الباكورة اللي احنا عملناه، بنوقع اتفاقية مع النادي الاهلي، وهو نادي القرن وهو النادي الاول، رضينا ام لم نرضى هذه حقيقة. واحنا بنقول احنا لازم نكون على مستوى الحدث، واحنا على مدى 20 سنة بنقدم نفس الحكاية. احنا تعليمنا متميز، تعليمنا يستاهل ان هو يكون موجود على منصة النادي الاهلي. وانا بقول النهاردة من خلال الجامعات الكندية في العاصمة الادارية الجديدة، ان احنا اللي بنقدمه للنادي الاهلي من اول، ان احنا بندي سكولرشيب لكل الطلاب اللي هم المتفوقين رياضيا طبقا لشروط القبول اللي في الجامعات الكندية اللي احنا بنصادفها في العاصمة الادارية الجديدة. وبالمناسبة احنا العاصمة الادارية الجديدة بدأت، واحنا بدينا قبل العاصمة الادارية الجديدة، احنا اول فرع الجامعة او اول منشأة بدأت، مش تعليمية بس، اول منشأة اشتغلت في العاصمة الادارية الجديدة. وده احنا لينا الشرف ان احنا اللي بدينا بهذا المنشأ في 2018. ويمكن حضراتكم اللي قاعدين ما يتخيلوش ان العاصمة الادارية الجديدة من 2017 كان فيه موظفين بيروحوا وبيجوا، من 2018 في طلاب بتروح وتيجي. ومتخيلين ان في 2022 في اول دفعه تخرجت من العاصمه الاداريه الجديده من الجامعه، وفي 23 من شهرين اتخرجت الدفعه الثانيه. فاحنا اصبحنا حقيقه
اللي بتمثل العاصمة الإدارية الجديدة، وأصبحنا حقيقة برضك إن إحنا بنقول إن إحنا أول ناس معتمدين على مستوى الدولي في العاصمة الإدارية الجديدة. وطبعا الكلام ده ينطبق على كل المؤسسات التعليمية اللي هي بتدي اعتماد جوه مصر. فأنا عايز أقول إن إحنا بنواكب إن النادي الأهلي هو الأول، فإحنا برضك الأول في كل حاجة بنعملها، بشرف إن إحنا نخش مع النادي الأهلي في الشراكة عشان نخدم على نمبر ون أعضائه. النهاردة كابتن محمود مشكورا ذكر قدامكم وذكر لنا قبل ما نخش إن هو جمهور الأهلي فين في المعادلة دي، وإحنا وعدناه إن إحنا هندرس الموضوع بحيث يبقى حتى الجمهور العريض للنادي الأهلي هيستفاد من الشراكة دي أيا كان الشراكة شكلها إيه. لازم ندرس الكلام ده جوه مجلس الأمنة ونطلع بتصور إن إحنا نفيد كل إنسان بينتمي للنادي الأهلي إذا كان عضوا أو مشجعا أو لاعبا يكون موجود. إحنا من ضمن الحاجات اللي إحنا بنعملها إن إحنا بندي منح خاصة لأعضاء النادي الأهلي والفرق الرياضية بتاعته. من ضمن الحاجات اللي بندي لأعضاء النادي الأهلي خصم خاص لأعضاء النادي الأهلي. إحنا في حاجات تانية ممتدة إن إحنا ممكن بنستضيف فرق النادي في ملاعبنا، بنستضيف الأكشن كل الأنشطة من خلال الاستوديوهات وكل الانفراستراكشر الموجودة في العاصمة. ومش هقول لحضراتكم لازم تشوفوها اللي موجود في العاصمة الإدارية الجديدة، فخر لكل حد موجود عشان يشوف اللي موجود في العاصمة المستوى اللي موجود. مش هقول زي، لا هو أحسن من نظيره اللي في الجامعات اللي احنا بنستضيفها. احنا تاني لآخر مرة احنا فخورين بوجودنا في النادي الأهلي وبالشراكة مع النادي الأهلي، ونتمنى إن شاء الله إن السنتين اللي فيهم العقد يمتدوا إلى مدى العمر يكون في خدمة النادي الأهلي وأعضائه وجمهوره وفي خدمة مصر كلها إن شاء الله. إننا نطلع طالب رياضيا فت ومعاه إعلاميا فت إن شاء الله. وأشكركم جدا جدا.